هناك من طلبة العلم من ينتقل بين إخوانه بالأقوال. يقول هناك من طلبة العلم من يتنقل بين إخوانه بالأقوال وإثارة الفتن، كيف نتعامل معه؟ انصحوه أن يترك هذا العمل، هذا فساد وفساد، نميمة وغيبة، انصحوه أن يترك هذا العمل. أما أنه ينصح المخطئ ويبين له خطأه هذا شيء طيب، لكن بينه وبينه ما ينشره على الناس. نعم.